ايش؟ الجراف الاسرائيلي جاي وهد قص شجرة الزيتون من الناحية هاي، جرف الشجرة كسرها من هنا، اضطروا يحطوا طينة على ال يحطوا من الأرض تبعتها طينة على البوش تبعتها من هنا عشان ما تموت، عشان الشجرة تبقى حية، مشان هذا العرف هذا يبقى حي ما يموت. حرام حتى الشجر شايلين. الحمد لله، احنا من نفس الحجار اللي تردمت بنعيدها تاني مؤقتا لبين ما الله يفرجها علينا، يعمرونا يعطونا خيمه. وين يروح يا عالم وين يروح؟ هذا الراجل بيعزف على العود، شايف العود هذا؟ بايش حطموه؟ حطموا العود هذه الاله اللي كل العالم بتسمع عليها بالصاروخ هذا. بيموتوا اولادنا وبيهدموا بيوتنا بيطلعوا بالتلفزيون قدام الناس بيحكوا عنا إرهابيين، إحنا إرهاب، إحنا إرهابيين، بنطخ عليهم بهذه. والله هذا بيت ابني، وأنا يعني لو زنقية هنا شرقة. إلا بيت بقى ويتدمر، بقى أربع طوابق والاختال الزلمة حبس استشهد استشهد زوجك؟ طيب اغتيال مش الدور هذا أول اتفاضة، بعدين بيت أربع طوابق نسفوهم، وهينا زي ما أنت شايف والله دمار، ما هينا ريق نشفان من عفا اللي حل ولا عفا لي هي كده، وين سايحة إيش اللي بدينا نسوي؟ ورجعتي بنيتوا البيت اجوا قصفوه كمان مره لهم داني؟ والله والله لا تيجوا عندي على البيت هداك لشوفوه، بيت اللي انا قاعده فيه زينقوا هذا الشقوق بيخش الشمس مين البيت، وبعدين قزازه راحوا ومش عارفه كيف انام، والله بنام عند اختي في البلد، وهي حياتي وهي عيشتي، والله انا يعني بدي اللي بيساعدنا هو اللي يعملنا البيت ليس ولا مخلوق. خسائرنا من شهيدين حتى ثمانية كل يوم، وعشرة جرحى، وعشرون بيتا، وخمسون زيتونة، بالإضافة للخلل البنيوي الذي سيصيب القصيدة والمسرحية واللوحة الناقصة.
المنطقة هذه كلها منطقة صناعية. هذه منطقة صناعية على الخط الشرقي، أكبر مصنع كان في غزة كله هذا للأدوات الكهرباء، ثم غادي في مصنع غير ولا المصنع؟ لا فيش إلا هو الوحيد في غزة. نعم. أكبر واحد يعني في موجود هان. الأعمدة الكهربائية دي السيلوهات كلها راحت، الأعمدة الإنارة برضو إحنا بنشتغلها كله كسروها. السبت يجوا أقطاعهم المنطقة دي كله يجوا من الخط الشرقي من وراء البرية خشوا. هذه المنطقة إيش اللي أمامنا هذه؟ هذه قدام جبل الكاشف والريس. تدمير كبير جدا. من هذا الجبل كان يطخوا على البلد كله، هذا على منطقة في غزة كلها هذه. دمروا كل المنطقة هذه من فوق. الشارع هذا كان كله مقاومة. اليهود ما قدروش ينزلوا فيه على البلد. هنا كانوا محتمين في المنطقة هذه، لأنه إذا خشوا هان بده يخشوا على منطقة جباليا بدمروا حاجات كثيرة اليهود، بس الحمد لله المقاومة كانت هنا صداهم. أول بداية تل الهوى هنا كانوا الدبابات كلها ضربوا الدور هذول وضربوا همشوا. منتزة كبير هنا كان، مدرج كورة كله تبعزق هان وتبعزق هان، وهذه دار اتدمرت من الناس، وهي كمان دار اتدمرت من القصف. ستنا بلا قلبة الدار قلبة. هيا سكر. هيا قول ابو حلمي. ما لبسها. راكب وغيرت الدنيا والله. اليوم يظهر انه كانت بدها تعمل. يظهر انه طيران حام وما سكتش، والاف 16 بالذات. يعني انت لاحظ انه انا من حد ما حام الطيران فتحت الشبابيك. ليش؟ يعني انا مش كل مره من حد ما بنزل بسكرها. صحيح. اليوم ما رضيتش اسكر الاكزاز نهائي. لأنه هذا سمعنا صوت الباب صدق. يا برضه يا عم مش خوف يا الله. والله كمان مرتين منتصرين. كمان مرتين منتصرين. تكوش حتى بس Thank you.
هذا أيام نزل الفسفور، فسفور هذا الفسفور حرق الصفوف والساحة أيام نزل قديفة، نزل قديفة الدبابة. هاي أنا في باص بس هاي سيارة يوان وهذا هاي ناس بتجري. كان في ناس يعني كان في ناس الجبلية من بتلاهي الجبال السلاطين شرد من السلاطين وبتلاهي أجو قالوا رموا قديفة فوق وعالناس الفسفور هذا ايش بيطلع فوق وبنتشف في المنطقة ما صاروا من الفرس وانحرق صف من الغاد وكان في ناس تصوبوا وكفات الناس دي هم في يعني محروق أجزاء منهم ضلوا في الصف وهذا الفسفور لابق في الواحد عبال ما تقطع يده. الفسفور بعد امبارح كنت أنا حطه في رمل رفعت عنه رمل الأولنا المنضاد هذا فيه موجود في داخله رادار بالإضافة إلى كاميرات تصوير مرتبط بقاعدة أرضية بأجهزة كمبيوتر بقوم بالإشراف عليها سلطات الاحتلال اللي بقوم بمراقبة كل كافة أنحاء قطاع غزة وخاصة المناطق الحديدية. زي قعدار من القعدار ومن الممر للخشيدة لأن أوضة باب أوضة فوضة ضايل بسة هاي ما تقول بسة ضايل حال حزين اسمك إيه سماح إيه صار معك الحلال وين كنت يا سماح رحت قمت على الحمام برق كل الحجار عليا بعدين أختي ما بتحكي أخواتي تشاهدن تشاهدن ما إحنا السبع رايحين نموت بعدين أنا لما سمعت صوت رحت نمت أنا مش عارف ما قال الحجار علينا وإيش صار أخواتي؟ بعدين أخواتي أختي دينا بتحكي يوم أرفع الحجار علي رجلي بشعوني لما مات